على البيان اللي طلعه كمان يعني رئيس نادي المريخ السوداني بشأن طبعا الأكاذيب والحاجات اللي طلعت في الفترات اللي فاتت، عايز أخد رأيك فيها وشايفه إزاي. كابتن هاني، أنا كنت سعيد جدا بالبيان، مش نتيجة الموضوع، الموضوع نفسه يا جماعة لا يرقى يعني لفكرة صحيح. المنطقية لسبب، يعني فكرة إن النادي الأهلي يضمن بشكل أو آخر إن هو يكسب صن داونز ذهاب وعودة ويكسب الهلال ذهاب وعوده، هو الموضوع بسيط جدا. انا لو كسبت صن داونز ذهاب وعوده والهلال ذهاب وعوده عندي 12 نقطه، مش خلاص محتاج حاجه من حد. وتاني حاجه، النادي الاهلي مع المريخ هو كسبه في المواجهتين، فاذا الاسس اللي ذكرت او الاسس اللي البعض روج ليها غير موجوده وغير موضوعيه، فهي لا تعنينا قوي الرد عليها، لان الرد مش عايزين نقف عندها كتير بصراحه. يعني احنا بننقلها للساده المشاهدين بس حقيقي. كخبر احنا عايزين نقف عند حاجه تانية خالص يا كابتن، وهي نادي المريخ وحرصه على العلاقه طبعاً. والتدخل الرشيد والمسؤول، وان يتكتب ان احنا مدينين بان احنا النادي الاهلي نعطيه حقه، لان هو نادي كبير في افريقيا. انا ده اللي محتاج اقف عنده، محتاج اقول ان العقلاء واللي لديهم الحكمه في افريقيا وفي اداره الانديه هم دول اللي لازم نسمع منهم الكلام، وهم دول اللي لازم نقف عندهم، مش بعض الكلام اللي بيخالف اي منطق او اي عقل، مش هو ابدا اللي ممكن نفكر فيه او نقف عنده. صحيح، مهم جدا الكلام اللي انت قلته، وان شاء الله باذن الله يعني احنا مش هنقف عند ده، لان النادي الاهلي اكبر من ده طبعا بكتير. خلينا